يا عيني ليلي يا لي يا 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 ليل يا ليل يا ليلي يا ليلي يا يا. بين العين والليل حكايات وأهات المواويل شدتني. في قرية أبو الغيط بمحافظة القليوبية، الريس عبد النبي الصاوي واحد من فناني الموال. بمجرد ما تقرب منه تحس إن كل كلمة عنك، وتحس إنك ممكن تغني معاه. بقول أمانة يا عين على بعد الحبيب حني، أمانة يا عين على بعد الحبيب حني، وإن كان قلبك حجر ولا شجر حني، يا مين يقول للقلوب القاسية، يا مين يقول للقلوب القاسية حن يا ليلي يا ليل يا 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 ليل. اشمعنى الموال يا ليل يا عين دايما؟ بس هو يعني الليل ديت تمهيد، اي فنان لازم يقول ليل. ليل الاول بيركز بان هيقول ايه، يبقى ده بقى ايه يعني زي ايه حاجه كده يعني بيتحضر للايه للشغل بتاعه. هو يعني ايه موال؟ موال فيه موال 7، موال 13، موال 5. ايه بقى 7 و13 و5 دول؟ العتب يعني ايه القافيه يعني. القافيه 3 عتبات، 5 عتبات، 13 عتبه، ده ايه حاجه. وفي بقى روايات بقى طول الليل بقى. ليه فن الموال مرتبط اكتر بوجه بحري؟ بحري قبلي هو الموال، بس يعني ايه في اللغوه بقى، الصعيدي، اللغوه البحري، اللغوه الشرقاوي. مؤلف الموال عامل موال، انا صعيدي بقوله بلغوتي، انا بحري بقوله بلغوتي. ايه حلاوه الموال؟ حلاوه الموال بان يعني في مطرب وفي فنان شعبي. فنان شعبي دوت يعني واقف في موقف لازم يقوم موال على الموقف اللي هو فيه، على المناسبة اللي هو فيها. يعني في عريس وعروسة بيقول موال على العريس والعروسة كده يعني. عم عبد النبي، الموال بيفتح الباب للارتجال للفنان؟ طبعا. يعني ممكن وانت في موال محفوظ من التراث، وانت في مكان مثلا ففي حاجة لفتت نظرك ترتجل عليها على نفس الإيقاع؟ طبعا. يعني الفنان الشعبي يعني قدر العريس اسمه أحمد، والعروسه اسمها كذا، لازم نقول موال على احمد، لازم نقول موال على العروسه. طيب ما ترتجل لنا حاجه على الموقف اللي احنا فيه. ايه قاعد ما بين الشجر مره بقول يا ليل، قاعد ما بين الشجر مره بقول يا ليل، قابلتني صبية جميلة وجهها ليل، الصدر في عقدي مش عارف ياقوت ليل، وهي نازلة تملى الأولى، وهي نازلة تملى الأولى من البحر بالسطلي، وهي نازلة تملى القلل من البحر بالسطلي. انا قلت لها اسمك ايه يا بت؟ قامت البت بص سطلي، حظي انبسطلي وغنتلي يا عين يا ليل يا 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 ليل، ويا سجي يا صوت ماله ليه؟ عم عبد النبي حاسس وانت بتغني كأني ان انا كمان عارف اغني. طبعا. ايه السر في الموال في كده؟ انت عايش معايا وانا عايش معاك، انا عارف انت عاوز ايه وانت عارف ان انا بقول ايه، يبقى احنا عايشين مع بعض. ايه الموضوعات اللي بيتناولها الموال؟
يعني في موال بيعاتب الزمن، في موال بيعاتب حبيبته. طب نعاتب الزمن ولا نعاتب مين؟ انا عايز اعاتبك انت. تعاتبني ولا تعاتبني ولا عاتبك. يا زمان كفاية ما عند والعزول جاري، قصفت ألمي قصفت ألمي، ما عنت أكتب ما عنت أكتب ولا جار، ما اعتبش على أخويا البعيد لكن أعتب على جاري جاري. يا قصب او بنا وما الحبيب وما الدوار، نفس البرده وخطوه غزال تحت البرده رمي الخنخال، شيل البرده تشوف الجمال، القصب او بنا وما الحبيب وما الدوار، القصب او بنا وما. مين اشهر ناس غنوا الموالي يا عم عبد النبي؟ طبعا يوسف شتا، الحاج محمد طه، ناس يعني. نحيي الموالي ازاي؟ والله يعني هتحيي الموال، تحيي السميعه. هو انا لما الاقيك انت هتسمعني هتفتح نفسي هغني. اشكيك ليمين يا زمان من فعلك الله، والحظ والبخت خلوني بدون ناي، ولبست طوب الجديد من حظ طلع داي، ولبست طوب الجديد من حظ طلع داي، حتى اللي فيه العشم طلع العشم خايمة ليلة يا ليل. كلي يا أهلي وناس يام والدنيا كانت بسام، كلي يا أهلي وناس يام والدنيا كانت بسام، أصبحت في قسوة وملام والناس ما بيرحموا نار وغلابة وغلابة غلاب وغلابة يا دنيا غلابة. يا عيني ليلي يا لي يا 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 ليل يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي.